مشاهدينا الكرام، للحديث عن الصراع بين الأحزاب على منصب رئيس البرلمان في العراق ينضم معنا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، حياكم الله. مشاهديكم الأكارم، بالبداية دكتور، يعني قبل الحديث عن الصراع بشأن منصب رئيس البرلمان، ما الذي قدمه البرلمان أساسا للشعب العراقي حتى يكون له هذه الأهمية الكبيرة؟ أنا أتحدث عن المنصب. كما هو معروف بأن البرلمانات في العالم تقوم بمهمتين رئيسيتين. المهمة الأولى هي تشريعية، أي مناقشة القوانين الصادرة من الحكومة وإقرارها والموافقة أو عدمها عليها، وثانيا مراقبة سير الحكومة المشكلة في العراق. مثلا دستور ينص على تقسيم في مجال المحافظة الطائفية والقومية، كما هو الحال رئيس الحكومة من الطائفة الشيعية ورئيس البرلمان من حصة الطائفة السنية ورئاسة الحكومة من الأكراد متمثلين في الاتحاد الوطني الكردستاني، لأن حكومة الأقليم بيد حزب البرزاني الحزب الديمقراطي الكردستاني. وهذا يعني أن هناك برلمان هو مفصل على هذه الجهات المتضمنة في دستورهم، ليس الدستور المحافظ وليس دستور المواطنة الحقيقية التي سبق وأن عملت فيها الحكومات السابقة. دكتور، يعني الآن الصراعات داخل البرلمان خاصة بعد الاحتلال يعني أدت إلى جعل هذه المؤسسة أو هذا البرلمان مشلولا بسبب المساومات السياسية، كثرة الصراعات، خصوصا فيما يتعلق بتمرير القوانين. لا يوجد قانون يمر اليوم في العراق دون أن تتفق عليه هذه الأحزاب، إن كان في صالحها سيمر، إن كان ضد مصالحها سيعطل. يعني فقد صفة السلطة التشريعية. طيب ما هو دوره إذن؟ هذا صحيح، هناك رأي لدى الكثير من المتابعين للشأن العراقي. نعم. هو أن الانتخابات التشريعية يجب أن تكون مبكرة، لكن بالضبط أن هناك جهات وهي جهات الأحزاب المتمثلة في هذه الحكومة تقوم على دفع باتجاه أن يكمل السوداني حكومته لحد النهاية المتفق عليها حسب الاتفاق. وهذه الأحزاب هي التي تقوم بإجراء تعديلات أو أي مركز أو مركز حكومي يؤخذ بنظر الاعتبار موافقة هذه الأحزاب، كما هو الحال في القوانين والتشريعات. نعم. ومنها مثلا على سبيل المثال قانون هو موضوع على الرف، لم يأخذ طريقه حتى إلى التنفيذ أو التشريع الذي يؤخذ به، وهو قانون العفو العام للسجون والمعتقلات، رغم أنه كان ضمن ورقة الحكومة التي طرحها السوداني في البداية. طبعا صحيح هذا، ووضعت هذه على الرف ولم يتجري أي مناقشة لها، لأنها تعتمد بإطلاق سراح عدد غير قليل من الذين الآن في سجون ومعتقلات العراق وهم أبرياء، بسبب من أن هناك من أخبر أو اتخذ وثيقة هي غير صحيحة، لأن هؤلاء هم من قواعد من القاعدة أو من داعش ولا غير ذلك في هذا دكتور المجال. دكتور محمد، وأنا أتحدث مع حضرتك الآن، تحدث الآن داخل قبة البرلمان اشتباكات بالأيدي بين نواب، المصادر الإعلامية تقول بأنهم من حزب تقدم مع جهات أخرى، اشتباكات بالأيدي أدت إلى إصابة نواب في البرلمان أثناء هذه الاشتباكات. هل كنا لنرى هذه الاشتباكات فيما يخص قانون يشرع
لخدمة المواطن العراقي، لرفع رواتب المتقاعدين، للإفراج عن المعتقلين الأبرياء، لمعالجة مشاكل تتعلق بحياة المواطن اليومية؟ هل كنا لنشاهد هذا الانفعال يخرج من نواب ويشتبكون في الأيدي لتمرير قوانين تخص المصلحة العامة؟ أبدا لا، وأنهم الآن اشتباكات من أجل مصالحهم الذاتية، مصالحهم في إعداد مثلا قوانين حتى لمصلحتهم في حياة أفضل، أنهم لا يفكروا أبدا إطلاقا بأن العامل والفلاح والكادح هم أصحاب المصلحة الحقيقية في هذا المجتمع العراقي من أجل العيش الكريم. ولذلك هذه ليست لأول مرة، هذه الاشتباكات شاهدناها على شاشات الفضائيات، أن الاشتباكات تجري من أجل الحصول على كمية أكبر من القرارات التي يستفادون منها. ولذلك أن هذه الإجراءات هي بين جماعة محمد الحلبوسي، وهناك دفع كامل لنور المالكي باتجاه أن يكون محمود المشهداني هو المرشح. جميل جدا دكتور. دكتور إذا تسمح لي أقاطع حضرتك بهذه الجزئية، الإطار التنسيق الآن لديه محسن المندلاوي يدير عمل البرلمان بصفته النائب الأول، وهذا يخدم في النهاية الإطار التنسيقي، لكن في نفس الوقت الإطار التنسيقي كما تفضلت لديه محمود المشهداني البديل السني إذا صح هذا الوصف، ليوضع في مكان رئيس البرلمان. هل تعطيل انتخاب واختيار رئيس البرلمان خاصة في ظل اللعب الذي نراه الآن، الإطار التنسيقي الذي يقول نحن الأغلبية في البرلمان وصاحبي القرار الأخير، لا نراهم قد مالوا لصالح محمود المشهداني، بل ذهبت الأصوات بالأكثرية إلى حد ما للعيساوي؟ طيب السؤال هو، هل يريد أو يلعب الإطار التنسيقي لعبة إثارة المشاكل لإطالة أمد بقاء محسن المندلاوي، أم أن السنة هم الذين يثيرون هذه الاضطرابات داخل البرلمان؟ يعني باعتقادي أنه الدور الأساسي في لعب هذه الأدوار أو الدور الحقيقي هو الذي يقوم به نور المالكي وجماعته في من الأحزاب في هذا التجمع. لهذا الأساس أن هناك رغبة جامحة بأن يأتون لأحد من الذين يشاركهم الرأي، علماً بأنه هذا البرلمان، رئاسة البرلمان هي من حصة ولا أقول يعني من حصة الطائفة السنية للأسف، يعني هكذا جرى هذه التقسيمات شيعي وسني وكردي وإلى غير ذلك، بينما من المطلوب أن يكون هناك إنسان نزيه وشخصية مرموقة، وليست كما كان الحلبوسي والذي جرى إبعاده عن مركز رئاسة مجلس النواب عن طريق المحكمة بسبب من قضية أثار عليها أحد البرلمانيين، هو عملية التزوير. هذه فعلا إساءة للبرلمانات، هذه البرلمانات هي منتخبة من الشعب ويجب أن تكون صوت الشعب، ولكن ليس في العراق هذا الكلام، لأنه جرت المقاطعة بشكل واضح من قبل المجتمع العراقي. أكيد، لأنه المقاطعة واضحة ولم يذهبوا إلى الانتخابات سوى 17 أو 18% الذين صوتوا لهؤلاء. وعندما استقالوا جماعة التيار الصدري جاءوا بمن حصلوا على أصوات أقل منهم، وهي نسبة عالية من جماعة دور المالكي والآخرين. دكتور محمد جواد فارس، أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة معنا في بانوراما الرافدين، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.